بسم الله الرحمن الرحيم. في القرآن الحكيم كلمة صغيرة تعطي معنى كبيرا. هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كل إنسان يقضي بأن العلم أفضل من الجهل، كالنور والظلمة. هل يساوي النور الظلمة؟ كالحر والحالة العادية. هل الإنسان الذي يعيش في الحالة العادية يساوي الذي يعيش في الحر والنار؟ من أهم الأشياء أننا ونحن طلبة نؤيد العلم والعلماء والكتابة والمكتبة، لأن تأخر المسلمين ككل تابع لأنهم تأخروا عن العلم وعن العلماء وعن الكتاب وعن المكتبة. في قطر لا أريد أن أسميه، المكتبة الكبيرة فيها، يعني في تلك المدينة، تحتوي على 300,000 كتاب. وفي قطر غربي لا أسميه أيضا، المكتبة الكبيرة عندهم تحتوي على 90 مليون كتاب. لاحظ الفارق بين الأمرين. بالنسبة إلى العلم والعلماء، العلماء دائما إذا لم يكن العالم منحرفا، العلماء لهم دور كبير في تصحيح العقيدة عن الخرافة، وفي نشر الفضيلة، وفي تقديم الأمة إلى الأمام، وفي الصد عن الاعتداءات الخارجية. العثمانيون اعتدوا على العراق وسلبوا نساء بعض المناطق في العراق وأسروهن وذهبوا بهن إلى اليوم، قبل ما يقارب 80 سنة. وحكم الحاكم العثماني الذي كان في اسطنبول بأن كربلاء تهدم حتى لا يبقى منها أثر، وأرادوا الهجوم على النجف أيضا لكنهم لم يتمكنوا، لأن النجف الأشرف كانت مسورة بسور فلم يتمكنوا. الذين تصدوا للوقوف أمام العثمانيين هم العلماء، ومنهم السيد سعيد الحبوبي رحمه الله وتلميذه، وهو السيد الحكيم رحمه الله، نقل لي هذه القصة بالذات. قال: كان أستاذي، لأن السيد الحبوبي كان أستاذا للسيد الحكيم، كان يحارب العثمانيين حتى لا يتمكنوا من المآسي التي صنعوها في بلد كذا أن يصنعوها في النجف أو في كربلاء. وتمكن سيد الحبوبي من أن يصد أمامهم، أمام العثمانيين. والغريب في الأمر أن العثمانيين كانوا يدعون أنهم خلفاء رسول الله. السيد الحكيم نقل لي بالذات أنه أنا كنت أيضا أساعد سيد الحبوبي باعتباره أستاذي في تزويده بالمؤن وما أشبه ذلك. السيد المرعشي النجفي رحمه الله نقل لي، قال: في هجوم الغربيين البريطانيين على العراق كنا نحن ما يقارب 500 رجل دين في الجبهة الفلانية التي نريد صدهم عن الوصول إلى العراق وعن استعمار العراق. قال: أنا السيد النجفي كنت أحمل الماء، لأن المنطقة كانت بعيدة عن النهر، فكنت إني أذهب وآتي إليهم بالماء. يقول هو السيد المرعشي، يقول: ذهبت لآتي لهم بالماء. الفاصل تقريبا 10 ساعات من محل الماء إلى محل الجيش،
الذي كانوا ما يقارب من 500 رجل دين. قال ذهبت آتي إليهم بالماء، ولما رجعت رأيت أن البريطانيين هدموا سدا فاستولى الماء على منطقتنا نحن، والمنطقة كانت منخفضة، وقد قتل في تلك الحادثة بالغرق كل رجال الدين الذين كانوا معي وكنت معهم، وإني ما قتلت لأني لم أكن حاضرا، وإنما كنت قرب الشريعة في بعد تقريبا 10 ساعات. آتي إليهم بالماء، تقديم الأمة إلى الأمام من ناحية، ومن ناحية حفظ العقيدة عن الخرافة. الخرافات لا تعد ولا تحصى في الأديان والمذاهب. وإذا طالعت كتب اليهود وكتب المسيحيين وكتب البوذيين وكتب الكونفوشيوسيين وكتب المجوس وكتب عبادة النار، ترون أي خرافات وخرافات في هذه الكتب، وتعلمون أن العلماء كيف خدموا في حفظ العقيدة، حفظ العقيدة عن الخرافات، تقديم الأمة إلى الأمام. والشيء الثالث الصد عن الاعتداءات الخارجية. والشيء الرابع نشر الفضيلة بين الناس. هذه هي شؤون العلماء. وإذا إنسان كتب في كل موضوع من هذه الموضوعات الأربع كتابا مستقلا، لعل الكتاب يكون 10 مجلدات أو أكثر على التاريخ الذي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. من هم؟ هم العلماء. عندي كتاب صغير اسمه كيف انتشر الإسلام. لاحظوا أي دور العلماء كان في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. في الآونة الأخيرة، أقصد هال100 سنة التي نحن فيها الآن، في هذه الآونة ضعف نشر العلماء للإسلام. ترون هذه المشاكل الكثيرة في الصد عن الاعتداءات، لأن الروس كانوا يريدون أن يغزوا إيران قبل 200 سنة. السيد المجاهد والشيخ النراقي هما وقفا صدا أمام الروس، روسيا القيصرية، وكذلك قصة الدستور في إيران، والذي قام بمقابلة الاستبداد الداخلي والاستعمار الروسي الخارجي هو الشيخ مؤلف الكفاية الأخوند رحمه الله. والكل سامعون بقصة المجدد التنباك والاستعمار الغربي لإيران. وإني قرأت في كتاب مخطوط في العراق، كتب هذا الكتاب أحد العلماء يوميات الميرزا الكبير في قصة التنباك، يقول إلى اليوم ورد إلى إيران تحت غطاء التنباك 400,000 جندي بريطاني، يعني الجيش احتلال 400,000، لكنه المجدد تمكن من دحرهم والوقوف أمام استعمارهم لإيران. في قصة طويلة، الغالب تعلمون القصة. وهكذا بالنسبة إلى نشر الفضيلة والتقوى، كان في تبريز أحد العلماء قبل 60 سنة ويسمى ميرزا صادق آغا، وقبره موجود الآن في قم المقدسة. هذا العالم أراد البهلوي الأول تبعيده في قصة مفصلة، فأرسل 4 من الضباط
لأخذه من داره وتبعيده، وبعدوه من تبريز إلى كردستان. لما أرادوا أخذه الناس تجمهوا، لكنهم أمرهم بالهدوء والسكون وحتى لا تراق الدماء. استأذن هو ميرزا صادق آغا التبريزي، وهو مرجع من مراجع المسلمين في ذلك اليوم، استأذن الضباط في أن يتكلم مع الناس المتجمهرين من مريديه بكلمة. قال لهم: أيها الناس، إنكم تعلمون أني أعيش في هذا البلد ما يقارب مثلا 40 سنة، هل تعلمون أني كنت أحكم في قضاياكم بالعدل؟ قالوا: نعم. هل تعلمون أني كنت أدرس؟ نعم. هل تعلمون أني كنت أصلي الجماعة يوميا مرة أو أكثر؟ نعم. هل تعلمون أني كنت أزوركم في مناسباتكم؟ قالوا: نعم. هل تعلمون أن الناس كانوا يعطوني الحقوق الشرعية من الأخماس والزكوات وما أشبه؟ قالوا: نعم. هل تعلمون أني كنت أوزع هذه الحقوق الشرعية على فقرائكم، على مساكينكم، على الطلبة للعلوم الدينية؟ قالوا: نعم. وعد من هذه الأمور جملة، ثم قال: هل سمعتم بأني زنيت؟ قالوا: كلا شيخنا. هل سمعتم بأني سرقت؟ قالوا: كلا شيخنا. هل سمعتم بأني اغتصبت؟ قالوا: كلا شيخنا. هل سمعتم بأني شربت خمرا؟ قالوا: كلا شيخنا. ثم عد عدة من هذه الأمور، ثم توجه لهم وقال: حتى تعلموا لما يأخذوني ويريدون تسفيري. الآن نفس القضية تعاد في العراق، لماذا يسفرون؟ لأنهم قتلوا، لأنهم سفكوا دما، لأنه اغتصبوا فتاة، لأنهم سرقوا، وإنما كانوا يصلون جماعة، يدرسون، يؤلفون، يصلحون بين الناس، وإلى غير ذلك. العلماء لهم هذه الأدوار الأربعة: دور العقيدة، دور الفضيلة، دور الوقوف أمام الطامعين المستعمرين وما أشبه ذلك. هذه الأدوار الموجزة تقريبا وغيرها هي التي سببت هجوم الغرب والشرق عليهم أولا وبالذات. ستالين أمر باستعمار البلاد الإسلامية: أذربيجان، قرقيزيا، تركمانستان، قازقستان وما أشبه. فأخذ العلماء وقتلوا من العلماء في تلك المناطق 5000 عالم، فذهبوا إليه وقالوا له: البشارة، إننا عبدنا العلماء حرقا، غرقا، صلبا، قتلا بالسيف، تعذيبا، حتى قتلوا. ستالين قال: لا تبشروني بهذا الشيء، اذهبوا واقتلوا كربلاء، لأن كربلاء هي التي تبعث على رجال الدين وتنشرهم في العالم، وهؤلاء الذين ينتشرون في العالم هم الذين ضد مبادئنا. مبدأ الحرية عندهم، مبدأ العائلة عندهم، مبدأ حرية الثروة عندهم، مبدأ الدين عندهم، مبدأ الفضيلة عندهم، وكلها خلاف مبادئنا نحن. هو يقول الشيوعيين للعلماء دور كبير في تقديم الأمة إلى الأمام، وما ذكرناه آنفا.
لذا يجب أن يعيد العلماء دورهم أيضا، وأنتم إن شاء الله الآن من أهل العلم وفي المستقبل من العلماء، يجب أن تعيدوا هذا الدور، وهذا الدور يعاد بالقلم وباللسان، بالكتابة وبالخطابة. الكتابة تأليف، نشر، جريدة، مجلة وما أشبه. الخطابة منبرا، إذاعة، تلفزيونا وما أشبه ذلك. يجب أن يعاد هذا الدور لانتشال المسلمين من هذه الهوة السحيقة. الحقيقة المسلمون في هذا القرن مر عليهم شيء لم يمر على المسلمين طول التاريخ الإسلامي. كانت هناك مشاكل على المسلمين، لكن أعظم المشاكل على المسلمين مشكلتان: مشكلة المغول الذين جاءوا من الشرق، لكن المغول لم يتمكنوا أن يهدموا كل بلاد الإسلام، وإنما استولوا على النصف الشرقي من بلاد الإسلام. مشكلة الصليبيين الذين جاءوا من الغرب، وهؤلاء لم يتمكنوا من هدم بلاد الإسلام ككل، وإنما تمكنوا من اجتياح نصف بلاد الإسلام الغربي، وفي كل مرة نصف بلاد الإسلام سالموا، وإنما نصفه تحت الاستعمار الشرقي المغولي أو الغربي الصليبي. ومع ذلك المسلمون اهتموا، بدلوا الكفر إلى الإسلام والرذيلة إلى الفضيلة. نفس الحكام الذين جاءوا وقتلوا وسفكوا وهدموا المساجد وما أشبه أخيرا دخلوا الإسلام وصاروا من أقوى دعاة الإسلام. راجعوا التاريخ، نفس المغول دخلوا الإسلام وصاروا من أهم حماة الإسلام، وحتى بالنسبة إلى الشرقيين، بالنسبة إلى الغربيين، إلى الصليبيين، هم أيضا دخلوا الإسلام. وإلى الآن في سوريا أكو عشائر تسمى صليبي، هؤلاء أجدادهم الصليبيون هم، يعني أنهم تغيروا وغيروا دينهم إلى الإسلام. لكن في الحال الحاضر الغرب والشرق اجتاحوا كل بلاد الإسلام كما تشاهدون، غير مسبوق هذه الكيفية من الاجتياح أبدا. ولذا يجب على العلماء أن يكون لهم دور، وعلى الطلاب أن يكون لهم الدور في الوقوف أمام هذا الواقع المؤلم وأمام هذه الكارثة. وكلكم ترون أن في كابول وأفغان حرب، أن في كشمير حرب، في أذربيجان حرب، العراق وحرب إبادة، لا في الأهوار فقط، في كل العراق، في لبنان حرب، في فلسطين حرب، في هرسك حرب، يعني حرب إبادة للمسلمين. بعد أنهم سلبوا المسلمين العزة والرفاهة والأمنية والسلامة يبيدوهم إبادة. الآن دور العلم والعلماء دور جدا كبير في الإنقاذ، وأول الإنقاذ هي الثقافة، الخطابة، الكتابة، العلم، المعرفة وما أشبه ذلك. وعلماؤنا في أشد الأحوال، علماء المسلمين ككل، كانوا ينصرون الإسلام. أحد علمائنا وهو معروف وكتبه تقرأ إلى هذا اليوم، الشهيد الأول، كتب في السجن لمدة أسبوع اللمعة الدمشقية، والذي هو كتاب يدرس ويدرس منذ 5 قرون. هذا الكتاب يدرس وهذا الكتاب يدرس، كتبه في السجن في مدة أسبوع ومن الحفظ، ولم يكن عنده أي كتاب،
والغريب في الأمر أني رأيته في مطبوع لا أعلم مدى صحته، لكن إذا كان هذا كان غريبا جدا. يقول ذلك المطبوع إن الشهيد في السجن ألف اللمعة الدمشقية في مدة أسبوع. يقول في أواخر كتابته نفد حبره فجرح يده وأخذ من دمه وأخذ يكتب بقية الكتاب. ويقولون النسخة الأصلية لهذا الكتاب يشهد بذلك، لأن أخيره مكتوب بالدم. هذا الاهتمام، وبعد ذلك ذهبوا به وقتلوه في قصة مشهورة. أو مثلا العلامة الحلي صاحب الكتب الكثيرة المعروفة منذ 700 سنة، هذا كثير من خطوطه ما كانت تقرأ، ولا يعرف قراءتها إلا ولده فخر المحققين، وهو من العلماء الكبار أيضا. والسبب أنه غالبا كان في السفر لأجل الإرشاد والهداية والتوجيه، وكان يكتب وهو على دابة، ومن الواضح أن الكتابة على الدابة لا تكون كتابة مستقيمة. ولهذا لم يتمكن من قراءة كتبه بخطوطه المتداخلة والمعوجة وغير المستقيمة إلا ولده فخر المحققين، ويقرأها فخر المحققين يقرأ الخطوط بالقرائن، لأنه عالم مثل أبيه فيعرف أن الحكم ماذا، فبالقرائن يقرأ خطوط أبيه بهذه الكيفية. وعالم آخر يسمى بالسرخسي، سرخس منطقة في أواخر خراسان الآن موجود تقريبا، يعني هذا البلد الآن موجود تقريبا، يبعد هذا البلد عن مشهد المقدس ما يقارب 100 فرسخ، يعني ما يقارب 500 كيلومتر تقريبا. هذا العالم حكم عليه حاكم وقته الجائر بأن يسجن في بئر بلا ماء. ويوسف أيضا عليه الصلاة والسلام سجن في بئر، ومحل البئر موجود إلى الآن في القاهرة، الذين يذهبون إلى القاهرة يزورون سجن يوسف وموجود إلى الآن، وهو بئر ضيقة وإنما بئر وسيعة. ولذا كان يوسف سجينا في البئر مع صاحبين له، لكنه بئر. هذا العالم وهو السرخسي كان محكوما عليه من قبل الحاكم الجائر الذي كان يحكم تلك المنطقة، حكم عليه بأن يسجن في بئر، فسجنوه في بئر بلا ماء. والبئر في الساحة العامة، وجعل هذا الحاكم الظالم على البئر جلاوزة، حتى أن تلاميذه لا يذهبون إليه ويخرجونه من البئر. قال هو العالم السرخسي لأحد هؤلاء الجلاوزة: اذهب إلى فلان من تلاميذي وقل له ليأتي إلى فوهة البئر. فذهب ذلك الجلواز إلى تلميذ ذلك العالم السرخسي وأتى به إلى فوهة البئر. قال السرخسي أنه قل لتلاميذي كل يوم يأتوا إلى حافة البئر وأنا ألقي عليهم الدروس، وليأتوا لي بقلم وبقرطاس وبمحبرة. استجازوا عن الحاكم الظالم فأجاز، قال لا يضرني هذا شيء. فكان يذهب التلاميذ إليه كل يوم، يصطفون حول البئر والعالم يلقي عليهم الفقه حفظا
ويكتب الفقه. ولما انتهت مدته وحكم عليه بالقتل صار كتابا كبيرا يسمى بمبسوط السرخسي، وهذا مطبوع إلى اليوم ومورد استفادتنا إلى اليوم. هذا قبل 1000 سنة تقريبا، وجديدا طبع هذا الكتاب في 10 مجلدات. يعني هذا العالم كان حافظا للفقه من أوله إلى آخره، وهو في السجن وهو تحت ضغط. والسجن هكذا يدرس ويؤلف، وبقي تأليفه إلى اليوم. لذا فمن الضروري علينا نحن أن نهتم لإعادة الدور العلم للإنقاذ، فإن العلم نور، ومهما تمكن الإنسان من نشر العلم تمكن من نشر النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكنه الآن نحن بحاجة إلى تجديد هذه الحياة. حتى نجدد هذه الحياة الواقعية ونتمكن من أن نتقدم إلى الأمام وننقذ المسلمين من هذه المهاوي السحيقة وهذه المشاكل العويصة. والله سبحانه وتعالى ناصر من نصره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني إنا لننصرهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في يوم يقوم الأشهاد ويوم القيامة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني أنه إذا جاء نصر الله لا أحد يغلب عليكم، لأن الله أقوى قوى الكون بلا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى القوة الوحيدة الواقعية في الكون هي قوة الله. حتى إنك إذا رميت، الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأنك إذا زرعت فالله زرع، أنتم تزرعونه نحن الزارعون، وأنت إذا عزيز فالعزة من الله، فإن العزة لله جميعا. يعني حتى عزة زيد وعامر وبكر هي عزة الله سبحانه وتعالى أضفاها عليهم على هؤلاء. حتى إذا هذا الضياء أعطى النور، هذا نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، وكل شيء من الله، وكل شيء مستمدة من مدد الله سبحانه وتعالى. على قول الحاج السبزواري يقول: أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. علام الحلي في قصة أخرى له: دعي إلى المسيب، ومن الحلة إلى المسيب، وأنتم تعلمون أن المسافة قليلة تقريبا فراسق معدودة، ذهب إلى هناك لأجل زواج ابن شيخ من شيوخ العشائر. يعني العلامة هو الذي يعقد، ذهب وبقي هناك أسبوع ثم رجع. لما رجع ولده فخر المحققين، وهو من علمائنا الكبار أيضا وله مؤلفات، لم يذهب إلى صلاته، صلاة جماعته، وكان قبل ذلك في كل يوم يذهب إلى صلاة جماعة والده. سئل عن الولد: لماذا لم تذهب إلى صلاة الوالد؟ قال: لأني شككت في عدالته. كيف تشك في عدالته؟ قال: إن عالما يعطل درسه وبحثه وتأليفه أسبوعا ثم يذهب لعقد زواج. علم سمع فلذه، وأخرج من جيبه كتاب التبصرة، قال: إني ما كنت هناك أبدا فارغا، وإني في هذا الأسبوع ألفت هذا الكتاب، لأن الفقه كله في حفظ العلامة،
ألف كتاب في أسبوع، التبصرة، هذه التبصرة المشهورة، وهي دورة فقهية، التبصرة دورة فقهية كاملة، أي ذهنية، هذه الذهنية التي تتمكن أن تستوعب الفقه بهذه الكيفية، وأي نشاط وأي اجتهاد وأي جهد حتى في أسبوع يكتب. والعلامة كان قصده من الأسفار هداية الناس، ولهذا كان كثير السفر، هكذا تمكنوا حتى أنه يقيم عمود الإسلام. واليوم هذه الأشياء ضعفت، لكنها موجودة لكنها ضعيفة، ولهذا نرى الغربيين والشرقيين استولوا على بلاد الإسلام هذا الاستيلاء الذي ترونه. من الضروري على الإخوان أن يهتموا بالقلم والكتابة والتأليف وما أشبه ذلك. في القرآن سورة اقرأ، اقرأ وعلم بالقلم، القراءة والكتابة، بينما في ذلك اليوم لم يكن من القراءة والكتابة أثر، حتى أن في مكة وهي محل نزول هذه السورة على كبرها يقولون 10 أشخاص كانوا كتابا فقط وفقط، لكن أول سورة قراءة وكتابة. والأعجب من هذا، في القرآن الحكيم سورة كاملة باسم سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، سورة كاملة باسم القلم، ذاك اليوم أقلام ما كانت أبدا. هذا يدل على تحريض الإسلام على القلم وعلى الكتابة وعلى الخطابة وعلى النطق وما أشبه ذلك. إذا تمكننا أن نعيد هذا الدور، الذي هو عالم يؤلف، والذي هو غير عالم وإنما ثري يبذل ماله من أجل طبع الكتب، هذا يسبب لنا تقدما ثانيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لأن يأخذوا بالزمام مرة ثانية حتى يريح العالم من هذه المشاكل، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.